السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخواننا، وربي يبارك فيكم ويحميكم. حبيت نتكلم اليوم على واحد النقطة هكذا، يعني كثير من الناس يشوفوها عادية عادية. وش يقولك؟ هادو أوروبيين أمريكيين طلاب ناضوا في الجامعات وخلاص انتهى الموضوع، وشو يعني شوية مظاهرات ومن بعد خلاص ينتهي الموضوع. والله يا اخي الكريم، الانسان اللي قاعد يهضر في هذه الهضره هكذا ما عندكش نظره عن المستقبل، لان الامور هذه ما تدرسش بالزمن الان. يعني مش في دقيقه تشوف هكذا ناضو تقول هذو ناضو، الطلاب تاع الجامعات سواء في امريكا في اوروبا في بريطانيا في دول اخرى، المهم ناضو داروا مظاهرات، انت تشوفها عمل انساني وهو عمل انساني، وتشوفها باللي خلاص كي تنتهي المشاكل تاع غزة وستحرر بإذن الله ينتهي الموضوع. لا يا أخي الكريم، مش كيما هذا. إن الشيء اللي ممكن أنت ماكش منتبه له، إن هذا التلاميذ اللي يقرأوا في الجامعات ومن أكبر الجامعات في العالم، يعني في هذا العصر الحالي ولا غالب، يعني إحنا أمة الإسلام رقدنا، كنا إحنا نخرجوا الأمراء تاع أوروبا كانوا يقرأوا عندنا ايام الدوله العثمانيه وايام الدوله الامويه وايام الدول، يعني دول الاسلام كانوا يبعثوا ولادهم يقراوا عندنا، لاننا كنا ننتج العقول وننتج الاجيال. فانقلبت الموازين، اصبحت اكبر الجامعات في امريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا، هذه يسموها سربون ولا لسبون ما بليش، المهم سربون. فهذا التلاميذ اللي يقراوا لازم تفتح مخك معايا مليح، انهم هم جيل المستقبل، جيل المستقبل. يعني هذا الناس اللي راهم يقراو خاصة في الجامعات السياسية راح يكونوا إطارات سامية، وين في البنطاغون وفي البيت الأبيض وفي وعلى مستوى الولايات، يعني كولات سيناتور في الإدارات. فإذا ضرك هما يعني خذوا النظرة هذه على الصهيونية، ما نهضروش على اليهود كيهود، على الصهيونية وعلى الإدارة الصهيونية العالمية، وعلى أن إسرائيل تقوم بمجازر وإبادة جماعية، وأن الإدارة الأمريكية مستعمرة من عندهم تعاطف مع الإسلام حتى وإن لم يكونوا مسلمين، عندهم تعاطف مع المسلمين، فراح يكبروا بهذه العقلية. فإيش راح يكون رأيك بعد لما يتحكموا في الإدارات؟ فمن المستحيل راح يكون الآن النظرة تاعهم بهذه العقلية أنهم مناهضين للشيء اللي راح تقوم به الماسونية والصهيونية العالمية، ومن بعد كي يتخرجوا راحين يوليو يتعاطفوا معهم. هم يصنعون جيل، هذا الآن السياسات تصنع جيل محب للمسلمين ومحب للإسلام بدون ما يشعرون، ويأتيهم الله من حيث لا يشعرون. سبحان الله العلي العظيم. قريش لما ربي بعث ملك الجبال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله إن أردت أن أطوي عليهم الأخشبين لفعلت. قال له كنت حاب نطبق عليهم هذه الجبال نطبقهم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا دعوة مليحة، قال له لا، قال له لعل الله يخرج من أصلابهم نسلا أو يعني شباب يتبعونه يحبوا الإسلام، ربي يخرج منهم ذرية تنصر الإسلام. وكان هذاك هو الشيء اللي كان. الآن تعاد الكرة نفس الشيء، الآن تتعاد نفس الشيء، لأن قريش اللي دمرها هم شبابها، أسلموا شبابها، أسلموا الشباب تاعها، أسلموا شباب القادة تاعها، أسلموا مستضعفين أسلموا. الآن تعاد نفس التاريخ، يعيد نفسه. أن كثير من الطلاب الجامعيين خاصة في أمريكا، وأنا تبعت الفيديوهات وتبعت الأمور، اعتنقوا الإسلام ويصلوا مع المسلمين في صف واحد، وحتى اللي ما اعتنقوش الإسلام كانت عندهم نظرة الخوف من المسلمين، وخاصة المسلمين اللي طبقوا دينهم، يعني صلوا ويشوفهم يصلوا كانوا متخوفين منهم. الآن تسمع كثير من الفيديوهات يقول لك احنا عندنا ما نخافوش من الإسلام وما نخافوش من المسلمين، بالعكس يقول لك احنا ولينا نحترموهم ونحبوهم. علاش؟ يقول لك هذو ناس عندهم انضباط نفسي، ناس عندهم انضباط أخلاقي، ناس عندهم فكر، ناس واعيين، ناس يحبوا الخير، مش كما كانت تصورها الإعلام، يصور لنا الإعلام أنهم همجيين وهذا الشيء. فسبحان الله أمريكا وهذا العالم
الديكتاتوري العالم المجرم يصنع من نفسه جيل، يربي جيل اللي راح يكون ناصر للإسلام في المستقبل بإذن الله. حياكم الله وربي يحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم.